احتاج لك حاجة غريب ليلة وطن ضاعت حياته بين ديرة وديرة اشتاق لك احيان واحيان واحيان والفكر يمك كل يوم اديرة والهان اشوفك صدقي والهاني والهان وفز لا جابوا لك الناس سيرة أقوم وقعد وارتبك واسأل فلان وجروح قلبي من غيابك خطيرة أحتاج لك أحيان وأحيان وأحيان والفكر يمك كل يوم أديرة. يعطيك العافية نورتونا. الله يطول عمرك. البداية ما شاء الله بالديو الجميل. أي والله. فنانين الجميل عبد العزيز الأسود وعبد العزيز أحمد يعطيكم ألف عافية وسعيد تواجدكم. إحنا سعيد. في أوبريت. الكويت. قريبا إن شاء الله الكويت ثم الكويت. نعم. شنو فكرة هذه الأوبريت؟ تفضل. تفضل. لا انت تحزمون. اوكي اوكي. أوبريت الكويت ثم الكويت، يعني في البدايه اول ما كلمونا انا والشباب يعني يكفينا شرف في الأوبريت ان احنا بعد الأوبريت ننزل نصافح سمو الامير وولي العهد الامين. طبعا الأوبريت ماخوذ يعني القصه مالت الأوبريت كلها ماخوذه من حوار سمو الامير والرسائل والخطابه والرسائل اللي قالهم في الخطاب، من الرسائل اللي قالها في الخطاب حولوها حق اغاني وشاركنا فيها احنا. جميلة ما شاء الله، يعني راح تكون مركزه ومحدده خصوصا ان هذا الأوبريت راح يكون برعايه ساميه من حضره صاحب السمو. نعم. عبد العزيز احمد حياك الله منور. الله يحييك. الله يسلمك. تحس كفنان شاب تقدم أوبريت وطني وبرعايه ساميه من سمو الامير عسى الله يحفظه، مسؤوليه عليك كبيره شوي. طبعا يعني انا تشرفت يعني في السنه اللي فاتت ان انا كنت موجود وهالسنه ايضا يعني الحمد لله ان انا اكون موجود واشارك اخواني الفنانين واسطا. اي الفرقات مالي واسطه كلش. اي فيعني مثل ما تفضلت فعلا يعني هي فيها رهبه لما توقف تغني يعني امام سيدي سمو امير البلاد وسمو ولي عهده، يعني تحس ان انت مختلف عن كل الاماكن اللي طلعت فيها تغني فيها، تحس ان الوضع مختلف يعني، وبالعكس يعني بسي فيك يعني طبعا. بالاخير ترجع انك تغني امام يعني راح يكون الغناء لايف لا ولا لا بلاي باك تمام بلاي باك الأوبريتات لان الطلبه حافظين الرقص مالهم على الأوبريتات للاسف بلاي باك. ايه احنا ودنا والله. اي والله جريت المطرب يعني اساسا المطرب الواحد المطرب لما يغني لايف صح طبعا يعني المحك الرئيسي حق المطرب انه يغني لايف على المسرح طبعا. حلو عبد العزيز الاسود، كم فنان راح يقدم او يغني في هذا الأوبريت؟ احنا تقريبا 6 أو 5 انا وعبد العزيز احمد وحمد القطان وفهد السالم وعبد العزيز الويس وطارق المنشد طارق زقيهي ومعنا منشد. اي مجموعه حلوه. اي ما شاء الله لوح لوح كثيره يعني، فيعني كل واحد مغني تقريبا 3 لوح. يعني لو قلت اقرب لوحه للفنان عبد العزيز الاسود شنو؟ والله انا اقرب لوحه مو لوحتي. لا يعني وانت تحس هذه يعني او مثلا مغنيها مثلا عبد العزيز وانت كنت خاطرك فيها في لوحه اسمها ورود الكويت اتوقع مالت فهد السالم. جميله وايد 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 جميله، ويعني لما يغنيها الاطفال استجابتهم مع الموضوع حابين الموضوع. اي يعني حابين. صعب التعامل معهم؟ لا احنا ما نتعامل مع الاطفال نهائيا، يعني احنا نغني صوبنا وبس يعني ونمشي يعني. حتى سويت بروفات كبيره ولا بروفاتكم سهله يعني؟ احنا صار لنا اسبوع تقريبا قاعد نروح القصر يعني يوم وترك نسوي بروفا جنرال كامله. حلو ونخلص. بس الطالبات والطلبه مساكين صار لهم شهرين. أيوة يعني قاعد يحفظون الرقصات والهذا. احنا يعني خلاص احنا خلصنا شغلنا بالاستديو خلصنا وبس يعني اللهم نروح بس وقفتنا ونعرف الكاميرا نعرف كذي. زين ما شاء الله قاعد اشوف اشراف مباشر من الشيخه امثال. نعم. صلى الله يحفظها. دائما هي حريصه ودقيقه، انا شفتها بكذا اعمال قدمتها من خلال تلفزيون دوله الكويت نوجه لها تحيه صلى الله يحفظها ان شاء الله يعطيها الصحه والعافيه. هي من اذا كانت مشرفه على عمل تكون بشكل مباشر ودقيق ضمير. ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها عسى الله يعطيها طولة العمر. كل يوم لمدة يمكن شهر ونص من الساعة 8 الصبح هي تكون موجودة لين الساعة 5 تمشي. يعني أنا أسمع من المدرسين الموجودين
إشراف بأقل التفاصيل بكل شيء، يعني يعني ما شاء الله عليها مشرفة على الأوبريت من البداية للنهاية بأقل تفاصيله. يعني الله صدق يعطيها الطول. إحنا قاعدين نشوف تنوع في الأوبريت من سنة لسنة، يعني في فترة من فترات أطفال كانوا يغنون صح. أطفال المدارس صح. هالسنة كان فيها نوع من شباب الكويت هم اللي قاعد يغنون صح. ففكرة وايد حلوة وطرح جديد يعني وستايل جديد، بس دائما هذه الأوبريت ممكن يطالعها الوطن طبعًا. الوطن العربي كله. نعم. فمسؤولية على عاتقكم أكيد. طبعًا. طبعا. هو قبل مسؤولية هو شرف. يعني بصراحه الحمد لله هو وفرحت ان من كفنان شاب كويتي اشارك بأوبريت الدوله قدام سمو الامير، هذا بروحه شرف حلو. والمسؤوليه هذه خالصين منها، يعني احنا للحين بالبروفات قاعد نطلع خايفين بصراحه، يعني مع ان احنا متعودين على المسارح كذي بس قاعد نطلع بالبروفات خايفين، فالله يستر من يوم الاربعاء يعني ان شاء الله راح يكون الاربعاء الواحد، يعني تصير غلطات مرات الواحد يخاف وما واحد ما بيغلط خصوصا قدام سمو الامير وبالفرحه هذه وفرحه الوطنيه، فيعني الله يستر تعدل الامور على خير. عسى الله يقويكم ان شاء الله. احنا اكيد راح شوقتونا حق هذا العمل وراح اكيد نتشرف فيكم خصوصا في شباب كويتي يقدم هذا الاوبريت الوطني برعايه وحضور سمو الامير. سؤال بس عبد العزيز، ليش حاط المايك عندك؟ ما عشان عبد العزيز الاحمد معي عشان يغني فيه. لا لا كان عندي خاشه الاستوديو عندكم شويه ما شاء الله برد، على وين كان مشتي شويه زمان احنا نشتكي برد بس ما حد يسمع. لا لا برد قاعد تأتي وانا قاعد اتكلم احنا على الهواء نقول والله العظيم صراحه الاجواء هني الله يعيننا ان شاء الله. والله انت نشته دائما عندك ترى، حتى المسرح هناك عندكم برد صح؟ يعني بس انتوا ابرد يعني شويه، شويه عشان تعرفون، عشان تعرفون بس الخوف شويه يخلي الدفيق عشان تعرفون احنا قاعد نقدمه مو شويه الله يعطيك العافيه. لا بالعكس والله العظيم البرنامج انا قاعد اتكلم انه ما شاء الله البرنامج وايد ناجح تشرف، عسى الله يوفقكم، يعني برنامج صداه وايد حلو بالكويت الناس كلها قاعد تسولف عنه. بس في نقطة مهمة، يعني انتم دائما الواحد لما تيلى الاغنية اللي راح يغنيها او الكوبليه اللي راح يغني ساعات واحد ممكن يرشح رفيجة يغني هالموضوع هذا خاصة يعني انت تصلح طبقة صوتك تناسب هذا المكان، او ما صار هالموضوع ولا؟ اساسا يعني ابو محمد عبد الله القعود موجود، فهو عارف يعني من يدش واحد الاستديو مساحه صوته عارف ان هذه تيوزله وهذه ما تيوزله اي، يعني يكون موجود دائما بس انت الورود اللي انا عجبتني وايد عجبتني الاغنيه، بس انه كانوا موزعينها بطبقه اعلى من طبقتي فما قدرت ان انا اغنيها. لا قصد انه في شيء لك زين ما تصفطه تقول حق عبد العزيز. لا والله بالعكس، بالعكس احنا بنيا كلنا اخوان، ترى كلنا اخوان وربع قبل لا نشتغل بالوريت هذا. حلو. بس اذا في شيء حلو راح اخذ حقي انا ما راح. انا قصدي يعني قصدي وايد بسيط بالسؤال بس انت بريء انا بريء. هو اي بزلغنا شوف لا ان شاء الله بنسمع. حاضر. اصوات جميله عندنا وشبابيه حلوه. عزيز يلا عبد العزيز نسمع شيء من الأوبريت ولا ما يصير؟ يلا يزفنا ابو محمد يزفنا عشان تعرفون انها مبرئة. يلا روح يلا بانت نهاية قصتك قصتك ونعرف منه الأنان الأنان وهذا أنت تغنى فرحتك وهذا أنت تغنى فرحتي وانا من جرحك اعاني اعاني الحقيقة مرة والحال ما ينطاق واللي ينسى الحقيقة مر والحال ما ينطاق واللي ينسى مرة مرة يقدر على الفراق يقدر على
أنا أقول عبد العزيز أفضل من عبد العزيز وعبد العزيز أفضل من عبد العزيز، بدعته صراحة. الله يطول بعمرك، الله يسلمك، الله يطول بعمرك. الله كشباب يعني عبد العزيز أصوات جميلة قاعد تقدمونها الاثنين. السؤال لكم، آخر نشاط قدمته لك خاص فيك عبد العزيز أحمد؟ غنى؟ غنى أكيد غنى. أعمالك؟ لا أنا أعمالي التلفزيونية صارت أكثر من أعمالي الغنائية بالفترة الأخيرة. ما شاء الله. غنى كان شهر 8 اللي فات، كان آخر سنجل قدمته، كان من ألحان أخوي الفنان عبد العزيز الويس و... وتوزيع أخوي بدر كرم وكلمات مشاري إبراهيم، آخر سنجل سويته يعني في ذاك الوقت. كأنك مؤخر، ليش؟ والله ما عندي فلوس. لا جد والله، جد والله ما عندي. يعني ما يختلف اثنين على نجاحكم وعلى تميزكم جد. وعلى أعمالكم المتميزة. بس قاعد توخرون يعني، قاعد أشوفك بالتمثيل. إيه. يعني أنا حاب يعني التمثيل أكثر بالفترة الأخيرة يعني. حاب التمثيل أكثر. وايد. وبعدين في يعني في اهتمام. في طبعًا. في يعني في منتجين موجودين، في اهتمام، في شغل. ليش ما في عندك انا فلوس؟ اشتغل واخذ مقابل شغلي اجر. لا 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 سؤال بس، ليش تقول ما عندي فلوس؟ اي من المنتج يعني انت كمان تكلف عمليه طبعا. انتهى زمن شو اسمه انتاج البوم وكذي. اي السنجل، اي السنجل كم يكلف واحد مكلف. يعني يبتدي من 3000 دينار. مكلف جدا، مكلف وما في مردود. وايد ما في مردود. أكبر أكثر من 3000 طبعا يوصل. إذا أنت تتكلمين عن الموسيقى داخل الأغنية، من آلات، من إيقاعات، من توزيع، من ميكس، كله مكلف. لا بس خلني أحتعب عليك الحين، أنت عبد العزيز أسود لك جمهورك. عبد العزيز أسود كاهو. لا عفوا عبد العزيز أحمد. إن شاء الله عبد العزيز أحمد، أنت ما شاء الله عندك جمهور وناس حبت صوتك وعرفتك من خلال صوتك. الحين تقول أنا مؤخر ما عندي فلوس بس. اي والله ما عندي فلوس ببساطة. طبعا جمهورك جمهوري يتبرع. والله قطية يعني قاعد احاول كثر ما اقدر ان انا اوفر واقصر على نفسي عشان اغني. طبعا عشان الجمهور طبعا. اي لكن انا تقريبا واصل مرحله لا يعني ان شكرا يعني انا نفسي اهم من وايد امور. قصرت وايد على نفسي. لان يمكن اول ما طلع عبد العزيز وايد كان ناس اتهمته انه هو يقلد عبد الله رويشد الفنان عبد الله رويشد. نبيل شعيل. نبيل شعيل لا شيء ما شاء الله خامة صوته. بس بامانه يعني الحين يعني هذه خامة صوته يعني. اول شيء كانوا الناس يقول من كثر ما يحب عبد الله رويشد تاثر فيه فصوته هيك. بس احنا قاعد نشوف ان الحين لا يعني الحين بين الموضوع انه لا هذا صوتك. والله يعني شوف هو بالاخير اتوقع الكويت كلها تحب عبد الله رويشد يعني، مو بس عزيز وكل المطربين تاثروا في عبد الله رويشد يعني. يمكن انا زياده بس يعني انا اشوف انه نهائيا انا وجهه يعني انا اشوف انه ما في كلش تشابه بالاصوات. انا اشوف اي صراحه يعني انا ما اشوف انت صوت. ما تسمع صوتك مثل ما احنا نسمع إيه يعني اشوف انا الفرق واضح. بخالد صوت ما في مثله، فرق واضح عليك كبير عليك. يعني لكن احنا كمتلقين ممكن صوتك اكيد قريب كلنا حتى بالبرايت. احنا في فتره من الفترات يعني كنا نتوقع منك ألبوم، كنا أتوقع منك سينجل من فترة لفترة، لأنك أنت صح. من الناس اللي ما شاء الله عندك قاعدة شبابية تحبك وتنطر أعمالك بس مختفي. ما عندي لا. لا بصراحة أنا أتكلم صراحة، أنا وايد كسلان الفترة اللي طافت يعني. أنا آخر أغنية منزلها قبل سنة ونص تقريبا بس الزواج ونجحت ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله المفروض هذا نجاحها إيه؟ يشجعك. ترى أنا عندي أغنية مسويها كلمات والحان عبد السلام محمد، أوجه لها تحية وموزعها وخالصة الأغنية، بس أروح أركب صوتي من شهر 10 اللي فات. بس الزواج وانا يعني قاعد اكمل دراستي، قاعد اكمل ماجستير في مصر، فقاعد اروح كل شهرين امتحانات، فشويه يعني يعني هو الموضوع يعني في اولويات. في اولويات بعد الموضوع احنا ماخذينه يعني هوايه وناسه. انا بالنهايه مثل ما قاعد عزيز انا قاعد ادفع فلوس 3000 4000 ما في مردود. انا يعني مو فارقه معي الفلوس كثر ما فارق معي الوقت اللي انا مو قادر اوفره، بيتي وعيالي، قاعد اروح قاعد امتحانات ما امتحانات. يعني اتكلم جد، في واحد يعني في شخص يحب العمل فيقدم طبعًا. يقدم له يعني. في مثلا نقدر نقول في ناس عندهم مثلا هذول يسوون اعلانات، في اعلانات ببلاش ترى، مو كل اعلان يسوي اعلان مدفوع الثمن. صح صح. فممكن انت تقدم عمل مو شرط ان تنطر منه عائد كثر ما تنطر منه نجاح وتواجد. صح. حصه ما قص عليك، الغنى بالكويت خلاص يعني ما في صج، ما في دعم، ما في انتاج يعني. انا قاعد اقط 4-5000 دينار وما القى اي مردود مادي من الشباب اللي موجودين. مشكله شباب ترى كلها على حسابهم، كلها على حسابهم قواهم الله. بس قاعد يعني بالنهايه هي هو احنا يعني اول ما طلعنا اندفعنا، اول ما طلعت مستقل اندفعت وقاعد انزل اغاني وسويت يعني. اوكي واستانست وفي حضور والناس تي مثلا تقول لي والله الاغنيه حلوه سمعناها كذي. انا للحين مستمر وانا احب الغنى، لكن ما عاد فيني الشغف اللي كان قبل، لان
تعبت وما شفت شيء. في قصور في قصور. من واحد منكم يعطيني صوتها كل يوم أغني أنا ما أدري. بس والله يعني تنصدم بالوضع اللي راح تشوفه. ترجع مذيع. بس إن شاء الله والله أنا قايل إن الفترة الجاية إن شاء الله إن راح أبدي أشد حيلي شوية. نتمنى لكم كل التوفيق وأنتم مميزين. وأنتم كشباب كويتيين إحنا نفتخر فيكم ننطر منكم المزيد. أكيد. والله يعينكم على ليله الابريت اتوقع ما راح تنامون قبلها يعني قاعده من 5 الصبح اي والله لازم لازم اصلا ما في منبه انا انتوا راح تقعدون المنبه سعيد بتواجدكم عبد العزيز احمد وعبد العزيز اسود والختام يكون دائما معكم ومع اغنيه تهدونها لمتابعين للكويت نقول لهم ما حضرنا اغنيه الختام نقول اكو مثلك أكو مثلك محافظة ألقى مثلك أكو مثلك ليه حجاك اللي أسمعه أكو مثلك لا نظرني آه نظرني أتبع أحضن بيوفي وسمي عليه لرمشت عيني بلحظة كم أوله عليه